السؤال يلي وجه لي باسم احمد كان واضح انه متعمد اساسا. من بدايه اللقاء كان باين في شيء غريب عم بيصير. ما بعرف ليه حكي هالحكي عن ماما الله يطول بعمرها. بالمناسبه بحب اقول لك ماما اشتقت لك كثير وبحبك كثير، وصار لي يومين ما حكيتك بس مثل ما شايفه. خليه ولا بتحبي شيء؟ نحن بدورنا بنوجه لها تحيه كبيره لست الوالده والله يخلي لك اياها. ثانك يو مسيو جو. بما انك المدير والمسؤول عن اعمالها لستنا المحبوبه ياسمين، شو الاجراءات اللي بتتاخذها بعد اللي صار معك بمصر؟ قبل بس ما اجاوبك على سؤالك احب اوجه التحيه لحبيبه قلبي السيده الفاضله والده ياسمين، وبشكرها على الهواء ان هي جابت لي القمر ده. حلو. مش عايز اقول لك على العلاقه اللي بيننا سيده فاضله، ولا كل الحب والتقدير. نرجع بقى لسؤالك. بكفيهم لا طبعا، الموضوع ما انتهاش لحد كده. انا رفعت دعوى قضائيه على المحطه وبقضيها بتهمه التشهير بشخصيه عامه. مش بس كده، ايه ده؟ شو صار؟ ايه اللي حصل؟ يمكن في عطل فني، هلا بيمشي الحال. عطل فني ازاي واحنا على الهواء؟ يا استاذ روق طول بالك، هلا بيمشي الحال. حاجه غريبه قوي. مش الحال. طلعتوا فاصل طويل او قصير شباب. لازم اوقف تصوير، ما رح فينا نكمل. يعني ايه ما نكملش؟ استاذ جو، الكاميرات والاضاءه بدها وقت لترجع تقلع. واجينا خبر لازم نوقف البث المباشر. ازاي يعني حتقطعوا البث المباشر؟ يبدو انه في حدث عم بيصير هلا بالبلد ومضطرين يطلعوا ينقلوه لايف. حدث ايه؟ ايه الكلام الهبل اللي انت بتقوله ده؟ والله ما بعرف يا استاذ، انا اجتني اوامر من فوق انه نقطع البث المباشر. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ فوق ايه وتحت ايه؟ الكلام ده ما بياكلش معايا. طول بالك، معناه طول بالك، المتفقين عليه بالنسبه للاجر رح يتم. اجر ايه يا ابني؟ مين اصلا جاب سيره الاجر؟ انت مجنون؟ بس انت ما تفكر انه عم نعمل هيك قصد تنتمنى عن الدفع. دفع مين يا ابو دفع؟ ده انا اشتريك انت ومديرك والقناه دي كلها. اعطوا لي السكيورتي لهم بليز. صدق ان انا خفت. وقفوا الكاميرا. لا انا خفت والله. كاميرا اوف. يلا بينا، احنا غلطانين اصلا ان احنا جينا لكم. يلا شباب طفوا الكاميرات وتاكدوا ما في شيء تسجل. كثير منيح. هيك صار؟ تمام تمام. لا لا هيك انا بدي. يلا يعطيك العافية. ما قلت لك؟ وليد بيك دايما على حق. مع وليد ممنوع الغلط. بتقول ايه؟ لا 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 لا، الكلام ده مش مظبوط، والراجل ده كذاب. طبعا كذاب. ياسمين دخلت تغير هدومها، انا استنيتها اكتر من 10 دقايق، مفيش حد جالي. طب خلينا في المهم. أنا عايزك تعرف لي مين اللي ورا الموضوع ده، مفهوم؟ أنا مستني تليفونك. سلام. جو نزلني هون. بقول لك إيه، أنا مش ناقص جنانة كده. جو أنا عايزة أتنفس مش قادرة بقى، اختنقت اختنقت رح موت. طيب طيب ممكن تهدي؟ اهدي. اهدي يا أمي، حاضر حاضر. جو حبيبي افهمني شو بليز، أنا عايزة أقعد لحالي، أنا ما بقى فيه، أنا مخنوقة مخنوقة. طيب أوكي. اسمعي كويس، انا اسيب هنا عربيه المرافقه عشان لو احتجت اي حاجه. اوكي 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 اوكي. ياسمين مش عايز تهور، الموضوع ده انا هخلصه شغلي وانا فاهمه كويس. خلاص طيب خلاص اوكي اوكي. احمد نور يا معلم. اسمعني كويس، الهاله ما تستناني اكتر من ساعتين، عينك على الكافيه مفهوم؟ حاضر يا معلم. لما تخلص تجيبها لها الفيلا. حاضر. ما تحركش لا انت ولا الرجاله. حاضر.